يا ناقتي لا تذعري من زهري وشمري حتى طلوع الفجر بخير ركبان وخير سفير آل رسول الله أهل الفقر يا جامع النفع معا أيد حسينا سيدي فما زال يسير والحر يسايره بينما الصبط بأهليه مجدا في المسير وإذا الهاتف ينعاهم ويدعو ويشير إن قدام مطاياهم مناياهم سير ساعة إذ وقف المهر الذي تحت الحسين فعلى صهوة ثاني فأبى أن يرحل فدعا في القوم يا لله ما هذه الفلك قيل هذه كربلاء قال كرب خيموا إن بهذه الأرض ملقى العسكر الله يرحمك يا بن فاز يقول حطوا على هالوالي حطوا على هالوالي يا عزوتي يا قوم أنا بسألكم وأنا الخبير بس ما هذه أراضي جدي كرب وبلد يشرب ثرى وتبخل عليه عنها فلا نغرى غادي وعنها فلا نرى فيها بجاهد شدة والمكروبة والصاي وفيها العدا تذبحني وابقى عفير طايق أعظم الله أجوركم أحسن الله لكم العزاء نزل الحسين بهذه الأرض وتشرفت هذه الأرض بجثمان الحسين سلام الله عليه وأصبحت كعبة الله إذا شئت النجاة فزر حسينا لكي تلقى الإله قرير عيني فإن النار ليس تمس جسما عليه غبار زوار يقول الشاعر يا الزاير ضريح حسين مني بلغ رسالة يا الزاير ضريح حسين مني بلغ رسالة إلزم للضريح وصيح ودمع العين همال وقل له صدق يا ابن النبي صدرك وطاه الشمر يا زاير ضريح حسين يا زاير ضريح
صحيح حسين بلغ لي تحية الزم ضريحة وخلي عبراتك جرية وقل صدق داسة عظامها الأعوجية وداست على صدره وطشرت منه الأوصاف يلي تزور حسين خلي الدمع جاري وسئل صدق لفة وعظامه في بواري وراسه رجع للجسد لو ظل بالبراري ما ينعرف راسك بأي بلدة يسردها يلي تزور حسين خلي الدمع هتان وسئل صدق دفنه عاري بغير أجفان وسئل أشجرة من بعده بحالة النسوان هل صدق وداهم سبايا فوق الجمال ما تريد تروح تزور الحسين خلوا نروح بقلوبنا لزيارة الحسين ختام المجلس لكن خلنا نزور ويا الإمام صاحب العصر والزمان الله يحفظ هذا الشعر الله يحفظ هذا الشعر يقول أبو صالح وقف بالطاف يم قبر الشهيد حسين اضرب على صدرك أبو صالح وقف بالطاف يم قبر الشهيد حسين يشوف بعينه الزوار تلطم والدمع بالعين علي. ناس تصيح يا عطشان وناس تصيح يا مذبوح وموكب يزحف في واسي البتولة والدمع مسفوح وفوج يطوف ويلبي ويسعى وينتحب وينوح وناس تنادي يا عباس وناس تصيح يا حسين سالت دمعة الحجة من الحسرة على خده من تذكر أبو اليمة غريب بكربلة وحده هذا بجبهته يصوبه وهذا يصوبه بجبده وذاك يصيح عجله عليه ذوبنا ونين حسين كف كف دمعة المهدي وداري خاطب الزوار عليكم فاطمة الزهرة يا شيعة حيدر الكرار رقية لا تذكروها إذا زرت أبو الأحرار أخاف الطفل يتحرك على صدر العزيز حسين أخاف الطفل يتحرك على ضلوعه المتكسرة ويتوعى الولد الأكبر إلى نحر الأبو صدره ويشوف الصدر دون ضلوع جسمه من قطع نحره ويشوف الخنصر المبتور مرمي تحت شف حسين وزينب لا تذكروها إذا زرت أبو فاضل أخاف البطل يتوعى وعن حال اختي سايل لا تقولوا إلى زينب مشت بعد بلا كافر لا تقولوا إلى زينب مشت بعد بلا كافيل أقرأ هذا البيت يا ولا افتح قلبك
وزينب لا تذكروها إذا زرت أبو فاضل، أخاف البطل يتوعى وعن خال وعن حال اختي سايل. لا تقولوا إلى زينب مشت بعد بلا كافل، ولا تخبرون أهل الحورة شافت شمر داس حسين. حسين يا حسين، هاي صرختنا. حسين يا لا حد يحكي عن زينب إلى عم البطل عباس، لا يسمع عن الحورة دشت مجلس الأرجاس، أخاف يقوم أبو فاضل رغم ضربة عمود الراس، أخاف يقوم أبو فاضل رغم ضربة عمود الراس، ويحاول يصفق يمينه بيساره وهو بلا شفين. يا زوار البطل عباس قلبه لا تكسرونه، إذا عندك حاجة حضر هذا المقطع الأخير. يا زوار البطل عباس قلبه لا تكسرونه، ترى بعد السهم نابت ما شاله من عيونه. يا زوار البطل عباس قلبه لا تكسرونه، ترى بعد السهم نابت ما شاله من عيونه. ولولا هالسهم لحسين راسه ما يقطعونه، ولا رضت عشر الخيول صوب الحوره صدر حسين. حسين يا حسين.